ما شفت لي المولدة؟ ترى ما قصرت يا نوفل، المولدة هذه تغير لك حياتك. ولكن شغلة ناهية على الأخير، شي أبراتي صرنا نتهنى بالبونجوس بعد. ولسه راح أجيب الكمبوزة. دي مرقت. سلام عليكم. عليكم السلام. ما هو لك ما هو لك، سلام عليكم. وعليكم السلام. مبارك مبارك المولدة. الله يبارك فيك. لك وين رايحين أنت وياه؟ نتحلى. تحلى تحلى. لك حاجة تلوش أنت وياه، لك من شان أسنانكم. أقول لك أقول لك. تدري وش طلع بالمحفظة اللي عند مسعود؟ شنو؟ عن حق شنو؟ باي 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 باي. شو هذا الباي باي؟ هذا أقول لك هيك 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 وصغير وتلفزيون يضوي. اسمه ايباد يا متخلف. خلف خلف. وش متخلف؟ أقول وش هذا الايباد يا مهند؟ هذا لوح يلعبون بيه. شو يلعبون بيه؟ مثل الاتاري. وانا عارف. وش الاتاري؟ لك حاجة توش انت وياه، لك مشان اسنانكم. صح اسنانك. اقول خلنا نروح يا مسعود نتفرج على الايباد. يلا. وين سيد مهند؟ على مهلك. لسه في الاغراض اللي وصيت عليهم. لك بعدين بعدين الايباد اهم. ولي على امتي. منين طلعوا لنا بالايباد هاد؟ ايه؟ ارضى بالنصيب ترتاح بالحبيب ارضى.